لكم على خبر ثاني، فإنجاز سعودي جديد يضاف لسلسلة الإنجازات اللي تحققها المملكة في جميع المجالات. أعلنت اليونسكو عن إدراج مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهي. والله العظيم عرفوا يختارون. صح، يعني طبعا جدا فخورين بهذا الخبر الرائع. لما تتميز به مدينة بريدة أو منطقة القصيم، خلينا نقول من الأكلات الجميلة. حنتكلم عن إيه ولا إيه؟ ما هي أنت عاد تدري. أنا إيه؟ المراصيع، دائما تجيب سيرة المراصيع. أنا أموت على المراصيع الأمانة، والكليجة وأكلهم يعني معروفة القصيم بشكل عام عن أكلهم، غالبا ما يحتوي على التمور. صح. يعني لانهم يعني تقريبا اكبر مدينه او اكبر منطقه في المملكه تحتوي على النخيل وتصدير للتمور، ف يعني خير ما اختاروا. اي والله، يعني فنون كثير في بريد، اكلات جدا جميله كلنا نحبها صراحه في السعوديه. الجريش والقرصان والمطازير. يا سلام عليك، وش ثاني؟ وفي شيء اسمه قرص عقالي. عقالي قرص عقالي بالضبط. كل شيء لذيذ صراحه، القسمان لذيذ، ما في كلام. صحيح، اتفق معكم. فلازم انه احنا يعني ان شاء الله، طبعا الشتاء الحين داخل، وكمان زي ما قلت لكم قبل شوي ترى اكلهم يعني اكل منطقه القصيم كثير ما يحتوي على التمور، ومعروف اكل الشتاء بالتحديد كثير ما يحتوي على التمر لانه فيه سكر ويعطيك طاقه ويدفيك. فابشروا ان شاء الله في يعني خلالها شهر على بال ما يبرد الجو، احلى مراصيع. الله، احلى مراصيع. بس انا ما راح اسويها. انا ما راح اسويها، بس اعرف واحده تسويها مره زين، فان شاء الله باذن الله. حلو. خليني